السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم الكل عشاق الناس اللي تحب الأعمال اليدوية واللوحات وهاي الشغلات. نعبر على الجهلاخ حتى نبدي الفيديو، يلا تعالوا وياي. كمل الجسر مالتنا. الجسر كلش حلو، كلش أحبه. هو جسر صغير قديم، وهذا مثل يعني هو لا شط ولا نهر ولا ساقية، ما أدري شو يسمى، بس فشي حلو. هواي ناس يجون هنا يقعدون، جاوب على حلو الشتاء مبادي نافورة، وقاعدين دائر مدايرها قالت ضحك. هلو مين نبدي ما ادري. نبدي منها في شيء ولا عندهم ما ادري شنو. خلاص حلوة شكلها محابس ان شاء الله. في شيء ان شاء الله تيج. هاي كلها اعمال يدويه وان شاء الله. هاي هو هيك يسويها، ليش طول بيهن ذني؟ يسويهن على الطلب مثل ما يقول. خلينا نرجع منك، نرجع ندخل منك احسن. ندخل هناك نشوف شكو. هاي من 1831 1981 ما ادري شنو هي الشجر. ندخل منا ونشوف ناس تجي تصور شغلات. ناخذ احنا من هاي الصفحة وبعدين نرجع على هاي الجهة. هيجي لوحات شغلات حلوة هيجي ازواج ندري دافيس هيجي حلوة. فضيات من بعد لوحات. إذا تلاحظون أكثر الناس اللي موجودين هم يعني كبار بالعمر، هذول كلهم متقاعدين يجون يشترون هيك شغلات تعجبهم هاي السوالف. شباب هسه تلقاهم بغير مكانات. يعني مواهب. سوري
You happy with your hair? Let me see. Do you see your hair? Shakbot. شغلات حلوة هذا كلش حلو. فن. هذا يعني شلون ما اعرف شو يسموه بس هو حلو. شنو هنا هم ماكو يلا خلينا نروح منه نكتشف نتفرج. والله شغلات حلوة. غني حلوات هيك. He gave me a picture of when it was in the middle of and it looks good, but I want to tell you that it's CG 40. I like. حلو. ناس عندهم إمكانية. شعب مرجانية علم البحار. هو الورد وحده هذا طبيعة هيجي. شلون جمال؟ حلو. من حلوات. التصوير هنا أنا. This was very nice over a couch or sofa. That's what it looked like. This is where everything might be. هذا سيراميك ما ادري نحاس. هذا حلو الجيتار. هذا الفن اللي ما ادري شو اسمه. تجي تشوف اللوحة هاك هاي الوحدة $100 شي. هذا حبيته. طوح محابس خذوات خزفيات وشغلات ونحاسيات. Excuse me. شو رأيكم بهيجي معارض أو هيجي شغلات؟ تعامل. We bought a ball, like I got one of the balls from there, which I love, but I don't. شغلات حلوة. صفحتش ان هناك احنا جينا من هناك. هذا رسم قالات هواية حلوة. لا هاي صورة حلوة. رأيكم؟ بني الهواء يفرهم. ها
نوصل هناك على حاج ما ادري شو اسمها. حبيت هاي الصراحة هيك التفاصيل الدقيقة. شلون هالكاميرا هاي اللي ماخذة هيك صورة؟ هذا حلو. Yeah, actually, I had a little something, and it's smaller. Wow, mashallah, سوق يعني هيك مسافر. We could start here. Ah, هيك شيء. رباط. كذا فيات نفس الحالة اكسسوارات. شغلات ايه با جنط جلد يسوونه ان شاء الله هذا الشيء. Blending medium, acrylic blending medium. Yeah. It will definitely pop up like a blister. Awesome. Thank you so much. ان شاء الله حلوه. هاي كلها تفضل. حريم السلطان وجماعتهم. هذان النحاسيات اللي افتروا. شوف هاي شلون تفتر هي شيء. ولا تصعد شوف هاي شلون تصعد. No, one direction they appear to go down. حلو. The other direction they appear to go. هذا خشب هنا انا. خشب مسوي. هذا صار كلش غالي. فضيات. الناس مختصة بشيء واحد. عندهم رسم يرسمون يرسمون شغلة واحدة. ياخذون صور ياخذون صور على نفس النمط. هذا هم من فد نوع شيء. حلو. هاي نفس الفقرة. I'm good, thank you. As well. وصلنا للنهاية. نرجع منها. هذا مالدير. ها. هاي كاميرتي صار بيها مشكلة ما اعرف مدى الشغل. جربت اشغلها ما اشتغلت. ما اعرف خلصان الشحن. تايجر. عبالك مرمر هذا. وهم خزفيات. ناس تهفي لأنه حارة. هذا الحكي احنا بالخريف يعني المفروض نهاية بدينا بالتاسع
مو بدينا وانما احنا وصلنا لنهايه التاسع 20/9 اليوم. اني حلوات هيك يخلون بهم صور بيها لايت وراها هيك شيء. يعني حلوات هيك الشغلات كلش تعجبني يعني. تجي تتفرج تشوف الناس ايش تسوي قلايد وشغلات. شنو رايكم؟ هاي شغلات حلوه. طبعا حتى يعني ناس من غير ولايات هم انا جايين هنا حسب ما شفت. طرابة شو رايكم؟ رايكم حبيتوا؟ هاي همينا بعض شغلات بدني هيجي. بس انا راح اتفرج على راحتي. انتوا تفرجتوا شفتوا، فانا راح اتفرج واشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.